سلام عليكم يا أهلا. أتى رجل إلى الإمام حسن البصري، قالوا يا إمام ابنيتي تسوى عيوني الثنتين، خطبها كثير من الرجال وأنا محتار ما أدري أزوجها لمن. قال زوجها لمن يخاف الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. لا تخاف من اللي يخاف الله، خاف من اللي ما يخاف الله عز وجل، واحرص على بنيتك تراها أمان تنفي عندك. شكرا. السلام عليكم. حي الله الواصل. تحية المطار. هلا الواصل، وصلك يوم انك وصلت، حياك الله. او شيء ترى الباب شفط، لا تطبق زي كذا لو سمحت. اي والله يا اخوي، انا قطعوني منك الدبابات هذه وانا نشبت، لاني باللي رحت تسني زيزوكي ولاني باللي رجعت مع الدبابات. حياك الله. بعدين اخوي انت وين 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 انت يوم انك ما تدبسني غير مع الظهاري؟ انت الحين جاي الطالب وانا مشغل لك ميحد حمد مظبط اجواءك. بس اسمع الحين انت وش السر ما تدق علي الا مع الظهاري؟ الطيارات والمطارات والاكل والفنادق ويني عنها؟ يوم انك ما تدبسني الا مع الظهاري اذا خلصت من حالي تقول كنكم وقت لي. الو اطلع. تراني موديك بران دائما اشوفك تتقضى منه. شنو؟ ناتشورال تاتش. اسالك بالله. ايوه ذبحت عمك بالبدت والله يا المعذبه عندنا ما تسمع لي. اسالك بالله ذاك اليوم صورتك مقطع في الكافي. والله ترى بنزله للناس. والله لا نزله. حلفت قدامك يا رجال اصمت. هلا والله. تخفيضات الشتاء من ناتشورال تاتش من 20% حتى 70%. هالبراند اعلنت له تقريبا 4 أو 5 مرات. احب جدا هالبراند واعني ازورهم كثير. ليش؟ لان جودتهم لا يعلى عليها ولان اسعارهم في متناول الجميع. فما بالك اذا صار في تخفيضات، بتنصدم من الاسعار. تفضل طال عمرك. بتنصدم من كمية التخفيضات الكبيرة. خلني أقول لك، عطر ملابس، عطر شعر، لوشن، كريم يدين، معطر جسم، صابونة بليفة، سايل يدين، زبدة جسم، كل هالعشر القطع بروائح مختلفة تختارها على كيفك، 181 ريال عقب ما كانت 400 وعليها. طب غازي أنا بزور ناتشورال تاتش وبشتري منتج واحد، عليه تخفيض ولا ما عليه؟ عليه تخفيض سلمك الله. وناتشورال تاتش مكسرين الأسعار هالفترة. الصابونة وعن تجربة، الصابونة اللي بالليفة أيا كانت النكهة يا جماعة مسكتة. إي والله، هذه بالعنبر، وهذه سلمكم الله بالزهور، وهذه سلمكم الله، اللهم صلي على محمد، بالفانيليا. كريم اليدين عند ناتشورال تاتش ترى ترطيبه عميق وعن تجربة، مزيج من زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وجل الصبار، يعني تركيبته فريدة وله روائح ونكهات مختلفة. كان ب29 ريال، الآن ب9 ريال، ما ينتفوت صراحة، خصوصا في فصل البرد اليدين يصير فيها حاقط ماقط. ولد العم وش جابك؟ يلا حي راعي جازنا، الله يبقيك. اخلص بس وش جابك؟ دهنا هذا. شفت الاسود والبمبه هذا؟ والله العظيم عن تجربه هذا 100%. انا ما وش وقف وقف ايش دراك الواصل؟ يعني اليدين هشبوك اللي يلحقها حفا حساسيه مره من العوامل التعريه هذا يسد فيها. اللي يعانون من تشققات في اليدين مع البرد او في الرجول، بقول لكم عن شيء، ابتدعوا لي فعلا. هذا القفاز والجوارب حقت الرجول مصنوعه من هلام السيليكون. ابيك لا دهنت يدينك او رجولك البسهم وشوف الفرق، ترى تركيبتهم غريبه جدا. ابيك تاخذ معاهم هذا اللمسه المخمليه. والله عن تجربه تقريبا حوالي 6 أو 7 شهور، روعه يا اخوان، منه روائح ونكهات مختلفه. بس انا انصحكم في هذا، روعة يا أخوان، اللمسة المخملية، هو لليدين لكل الجسم. كان سعره 179 ريال، الآن 143 ريال، لا يفوتكم مع هالجلفز والجورب حق الرجل. زيوت العطرية عند ناتشورال تاتش لها ركن خاص فيها، تستخدم كخمرية للشعر ومعطر للجسم، بس حطها على مكان النبض وشوف الفرق، منها روائح مختلفة. أنا أنصحكم في هذا اللي بالحمضيات. جل الشاور عند ناتشورال تاتش مدعم بمادة الجلسرين، هالمادة ما تخلي البشرة جافة بعد الترويش. جماعة منه روائح مختلفة، عليه تخفيضات كبيرة، وهذه الليفة كمان كانت ب9 ريال، الآن ب6 ريال، والله يا بلاش. جماعة المكان منعش برائحة النظافة. أي والله،
ولد عمه في شيء باقي ما اشتريته؟ ما شاء الله والواصل مثله. انتظرك تخلص من جلة الشهور اخذ قيس. هذه تلزمك بشيء؟ لا. بعدين احنا متعودين على ريحة الشواء الصناعية واليوم ريحة الغنم مرة طبيعي، الريحة طبيعية. يوم ما اشتحمت ما سمعت المثل اليوناني اللي يقول النظافة نص الغنا. ما خلنا نبغى يوناني بعد والله الواصل. يوناني خلاص هو تعدد الحين مراحل السعودية كذا تعدها ووصل ثقافات عالمية. هذا هذه فزعتك يا ادعم. ام الشموع الناتشرال تاتش، وعن تجربه كمان جميله جدا وبروائح مختلفه، منها تجيك فتلتين ومنها تجيك ثلاث فتلات، لا تفوتكم بصراحه. كانت تقريبا ب 70 ريال والان ب 34 ريال. هذه اول مره اشوفها عند ناتشرال تاتش، بس والله رايقه. هذه الفواحات في منها كبيره وفي منها صغيره. هالكبيره كانت ب 59 ريال الان ب 27 ريال. كمان تاخذ معاها الزيوت العطرية بروائح مختلفة، اختار اي زيت يعجبك. كانت ب 29 ريال والان ب 21 ريال. هذه معطرات المفارش والغرف عند ناتشرال تاتش بروائح مختلفة، كانت اسعارها من 40 ريال الى 20 ريال، تخفيضات 50%. جماعة اسعار عند ناتشرال تاتش عجيبة غريبة، حتى ان البعض بيقول شكل الجودة لك عليها. لا والله عن تجربة، ناتشورال تاتش جودتهم يا شيخ 100%. اي والله. فروعهم كبيرة ناتشورال تاتش وتخفيضاتهم كبيرة، وش اصور لك وش اخلي؟ فلو انا قصرت في التغطية بامكانك تتصفح الكتالوج حق التخفيضات وتشوف الاسعار بنفسك وتشوف كل شيء. انا ابن ابوي صادق ملعب. شوف يوم اني قلت له مجاني وش سوى؟ انا ما اخذت غير حاجتي. وين حاجتين النصاب؟ انا ما لك بالله يا اختي اعطيني.